السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة ليلى سلطان. سوف أكمل على شرح زميلتي هنوف بأن موقع مدرسة يتميز بأن وضع في الصفحة الرئيسية مكتبة للفيديوهات كما ترون، ولكن ماذا تفيد مكتبة الفيديوهات؟ تفيد الطالب أن عندما يريد أن يتعلم شيء ما في أحد المواد الدراسية يقوم بالدخول إلى مكتبة الفيديوهات ويشاهد الفيديو. سوف نتعلم معا كيفية الدخول إلى المكتبة ومشاهدة الفيديوهات بأسهل طريقة. بمجرد الضغط على مكتبة الفيديوهات تظهر لنا هذه الصفحة، وهنا يمكن للطالب أن يكتب ما يريد أن يتعلمه، أو أيضا يمكن الاختيار من هنا. مثال، عندما نختار مادة اللغة العربية بمجرد الضغط نرى في أسفل الشاشة كل ما يتعلق عن مادة اللغة العربية، وبعد الاختيار تظهر لنا هذه الصفحة، وفي هذه الصفحة جميع الدروس المتعلقة في النحو، ويختار الطالب الدرس. عندما نختار درس الجر نرى هذه الصفحة، وهنا نكون قد وصلنا إلى فيديو متعلق عن درس الجر. تتميز الفيديوهات الموجودة في موقع مدرسة بأنها مفيدة وممتعة ومختصرة وسهلة الوصول. مثال، عندما نرى درس آخر نرى أن هناك أسئلة المراجعة، بحيث بعد أن يرى الطالب الفيديو يمكن أن يراجع من هنا، وأيضا يمكن للطالب أن يشارك الفيديو من هنا ويعطي لايك للفيديو بهذه الطريقة. ماذا أقصد؟ وعندما نرجع إلى الصفحة الرئيسية سوف نرى أن هناك أيضا قصص للأطفال كما ترون. بعد الدخول نرى جميع القصص الممتعة والمفيدة للأطفال، وكل القصص الجديدة تظهر هنا، والأكثر مشاهدة تظهر هنا أيضا، وأيضا هناك أغاني كثيرة عن الحروف والتي تفيد الطفل. مثال، عندما نريد أن نرى قصة نضغط على هذه القصة. وبهذه الطريقة نكون قد وصلنا إلى الفيديو بأسهل طريقة وأكثر فائدة للأطفال. وأتمنى أن تكونوا استفدتم، وشكرا لكم.